مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج رقم قرار. هذا البرنامج الذي يبث من مؤسسة الشهداء استوديوهات الخالدون. دعونا نرحب بالأستاذ علي العرداوي ابن الشهيد. أهلا وسهلا بك أستاذ. الله يحفظكم أستاذ، وأهلا وسهلا بكم، وكان هذه حقيقة فرصة اللقاء بجنابكم واطلاع الجميع على الأوضاع، يعني عوائل الشهداء، وحقيقة هذا محل فخر وعز للجميع. سعيدين جدا بلقائك يا فخر ذوي الشهداء. الله يحفظك سعيد. عرفنا وعرف المشاهدين عنك. سيد علي هادي العرداوي الحسيني من محافظة كربلاء المقدسة، ابن الشهيد السيد هادي جودة العرداوي. طبعا كما يعني تعلمون، ولكربلاء الميزة الحقيقية، فكربلاء هي محل الشهادة، وبرحاب الإمام الحسين والعباس عليهم الصلاة والسلام. فكما تعلمون هي هذه منها انطلقت روح الشهادة وحجم التضحيات، وكما تعلمون يعني الدمار التي حصل في هذه المدينة المباركة. نعم، جزاكم الله ألف خير. الله. أستاذ علي، حدثنا عن والدك الشهيد، حدثنا عن نشأته، عن حياته، عن عمله، تفضل. الله. طبعا السيد الوالد الشهيد مواليد 1962 من قضاء طويريج من محافظة كربلاء المقدسة. كان السيد الوالد حقيقة يعني احنا يعني كما تعلمون لن يعني بدأ نسمع من يعني الأطراف اللي أو المحل السكن اللي قريب على منطقتنا، والطلبة اللي تخرجوا من يد السيد الوالد، ولحد هذا اليوم طبعا يعني نسمع ونرى عندما يلتقون بنا أبناء السيد فلان وكذا. سيد الوالد حقيقة كان معروف بالتزامه، ولحد الآن توجد الكتب، وحق يعني أنا يعني جميع المذكرات مكتوبة، وطبعا لحد الآن متمسكين بها، خصوصا يعني الأسئلة مالت الطلبة كذا، لأنه السيد الوالد كان مدرس لغة عربية، وطبعا كان يعني تواصله مع الشيخ محمد الطرفي في قضاء الهندية اللي هو وكيل السيد الخوئي رحمة الله عليه. يأخذون من الكتب، يقرؤون كذا، هو وعمي سيد حبيب، وإحنا هم يعني كان لهم تواصل. فكما تعلمون عندما يعني بدأت يعني الأعداء تأتي إلى محافظة كربلاء المقدسة، ونحن جميعا متمسكين بهذا المكان المقدس، وبدأ الجيش يعني يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة، فبدأت نهضة. أستاذ علي لو سمحت، هذه في الانتفاضة الشعبانية المباركة؟ نعم. تفضل. فبدأت نهضة كبيرة في كربلاء المقدسة، والجميع يعلم بها. بقت المقاومة تقريبا يعني 18 يوما، وكانت انطلاقة من مضيف الإمام الحسين عليه السلام في قضاء طويريج، وكان السيد الوالد وجميع أطراف عشيرتنا من عشيرة السادة العريد والدعوم وغيرهم، فكان السيد الوالد يعني ويعني زعيم قبيلة السادة العريد سيد ستار العرداوي، وجدي سيد ساتشيت، و يعني مجموعة سيد محسن اللي أتذكرهم، يعني مجموعة انطلقت، لأنه احنا يعني سكننا يبعد عن المحافظة كربلاء تقريبا 15 إلى 16 كيلو متر. نعم. فانطلقوا إلى يعني بأسلحتهم لمكان التجمع في مضيف الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. أستاذ علي لو سمحت، هل كان للوالد توجه سياسي؟ أي توجه سياسي
لن يكون بقى فقط اللي هو تمسكه بمراجعنا و يعني مراجعنا ويعني رافضين حجب يعني حجم يعني اللي يعني اللي حصل بالمحافظه وكذا، ولكن هم يعني كما تعلمون يعني مستوى اللي اداء لهذه الحكومه اللي كانت يعني حقيقه هي يعني كابوس على الجميع. نعم. فانتفض وهو وغيره. يعني استاذ علي لو سمحت، هذه انتفاضه عفويه بدون. نعم. توجه سياسي وبدون اي موضوع اخر. نعم. هذا المعلم، هذا البطل، هذا الغيور انتفض من أجل الإسلام ومن أجل المذهب ومن أجل المقدسات. نعم. بعد ما تحولوا إلى مضيف الإمام الحسين عليه السلام، شنو اللي صار؟ نعم، بعد ما يعني تحولوا إلى مضيف الإمام الحسين عليه السلام والحد الآن موجود وعامر طبعا بناس الطيبين، انتقلت إلى كربلاء، يعني من قضاء طويريج إلى كربلاء. نعم. ب يعني عجلات، فكل من على سلاحه، واللي بعض الناس اللي ما كان موجود سلاح حصل يعني بطريقه اخرى من المتبرعين للسلاح. نعم. يعني حسب ما يرون لنا، فبدات من بز يعني تسمى قنطره السلام. نعم. الان اللي هي محط ركضه طواريج اللي تبدا منها، فبدات يعني الدفاع والتوجه إلى كربلاء المقدسة، لأنه كان الحرس الجمهوري والجيش الطاغية موجود. نعم. وبدأت يعني حقيقة بدأت يعني كما تعلمون يعني اصطدامات مع الجيش، فالسيد الوالد ومجموعة من أقربائنا ويعني جيراننا الشيخ أحمد الدعمي غيره، عبد السجاد الله يرحمه البطل اللي هو أيضا كان موجود ب يعني بهذه المعركة، فبدأت يعني ينزلون إلى البساتين. نعم. البساتين الحميريين أو غيرهم، هاي المجاورة إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس. ف يعني أثناء المعارك فسيد الوالد حقيقة يعني جاءت يعني اطلاقه في فخذه الايمن. نعم. يعني طلق اطلاقه احاديه. نعم. فبدا الانزيف، فجدي الله يرحمه وهو يعني امنه فصاح يعني قال له يعني شلون فد صوت، انا يعني انصبت. فالمهم بعد ما جيته فكان يعني مخلي فد شيء على راسه، فضمده هذا المكان وكذا. نعم. فقال له خلص آني بعد يعني هاي هي، أنتم انسحبوا، لأنه صار رمي كثيف عليهم وكذا. فالمهم انسحبوا الجميع واستشهد من استشهد ومن أصيب ومن رجع إلى منزله. حقيقة بعد هذه الحادثة السيد الوالد يعني عائلة الحميري جزاهم الله خير، وهم يعني يبقون وهم أبناء هذه المسيرة، معروفين في عطائهم لحد هذا اليوم، شيخ عبد علي الحمير وغيرهم. فبدأوا يعني وصلوا إلى يعني أثناء خروجهم من منزلهم إلى بغداد. نعم. لغرض الهروب من هذا يعني، فالتقوا بسيد الوالد حسب كلامهم هم، وهو كان مصاب أو مفارق وهو مصاب. نعم. مصاب بعد ينزف يعني. نعم. يعني نهايات يعني رادوا ياخذوه معاهم للعلاج وكذا. نعم. وقال لهم انا مصاب هسه هنا يعذبوكم. نعم. فبس انا اذا لقيتوني مستشهد يعني امنوني بارضكم. نعم. فبعد يعني فتره عودتهم الى منزلهم هدأت الوضعيه، عادوا الى منزلهم لقوا سيد الوالد في يعني مستشهد نفس المكان. نعم. وسلاحه. نعم. عنده. ف بعد ما يعني ودعوه كما تعلمون، ودعوه كذا بنفس المكان، ودعوا الجثة في نفس مكان الاستشهاد، واخذوا السلاح اللي هو برنو تسمى. نعم. ف يعني بعد فترة جدي الله يرحمه يعني بدأ يبحث عنه وعن يعني صار يعني هدوء يعني الوضعية،
بدأ اللي يأخذ البعث ويعني يعني بعد قمع الانتفاضة. نعم. فيسألون عن نسي الوالد كذا، يعني ما حصلنا يعني أي معلومة. بعد فترة طويلة يعني حقيقة هم يعني أصحاب البستان بس أم يعني بيت أبو علي الحميري والشيخ عبد علي وجماعتهم اللي موجودين، فيقولون إحنا نرى بهذا البستان اللي مدفون به السيد يعني نور في ليلة الجمعة. ف يعني تأكدوا ما هذا الموضوع، ما هذا النور كذا. فبعدها تأكدوا بأنه يعني هذه الشمعة تظهر على قبر السيد الوالد ليلة الجمعة. ف يعني بدأ يعني الجميع يتكلم عنها وكذا. فبعد يعني سؤال عنها كان الله يرحمه يعني سيد صافي هو زعيم عشيرة السادة العريض، وسيد شعلان اللي هو أبو موكب حسيني اللي باسم عشيرتنا اللي موجود هناك. فبدأوا يسألون لأنه يعني عمي كان شاب، فمن يسأل بالمنطقة ما حد يعطي معلومة، فهذول كبار وكذا. فسألوا قالهم إيه هذا أكو شخص هنا. فكان السيد يعني لديه صورة بمجموعة أصدقاء بالجامعة، فدزوها إلى عائلة اللي هي أم علي الحميري وابنها وأخوان. فعندما يعني كان السيد الوالد مرأة هو كان بالنصف رأسا، قالوا إيه هذا تعرفوا عليه. فبدت يعني لدينا المعلومة الكاملة. فحقيقة هم يعني هذه العائلة الكريمة رفضت تسليم الوالد لأنه قالوا إحنا هذا بركة استشهد في بستاننا ويبقى نبني له مرقدا. ولكن كما تعلمون المستوى البعث وغيره، وهو كان يعني معلم معروف بأهله وناسه، فجدي يعني حفاظا على هذه العائلة وعلى علينا، فبدأوا يعني استحصال موافقة لغرض نقل جثمان السيد الوالد. لا. تقريبا بعد 8 أشهر. بعد هذه 8 أشهر يعني تجمعوا الأهل يعني الأقارب لنقل السيد الوالد، وهم بوجود هذه العائلة بعد حصول موافقة يعني بطريقة أو أخرى. لا. لنقل الجثمان، لأنه يعني فعندما يعني الجميع يعني تكلم عن هاي الحادثة، وهاي مو جديدة على الشهداء. أحسن. عندما أخرج يعني جثمان السيد الوالد كانت يعني على وضعها الطبيعي، على يعني أبدا ما كان يعني هذه بعد مرور 8 أشهر بعد الدفن. بعد مرور 8 أشهر يعني الحادثة مشهودة على وضعها الطبيعي وكأنه نائم. فانتقل حقيقة نقله إلى يعني وادي السلام اللي هو أيضا في كربلاء. نعم. من هذا المكان إلى وادي السلام. وتعلمون بعدها يعني حتى يعني فاتحة بطريقة بسيطة جدا، لأنه يعني الوضع اللي يعني حقيقة في كربلاء يعني أخذ دوره من البعث. وبدت المعاناة. احنا كنا يعني اطفال، يعني اكبر واحد هو حسن اللي هو مواليد 83 ومن الاولاد، واني مواليد 85. فكنا يعني حقيقة السيد الوالد هو يعني ياخذنا واختي، فكان ياخذنا للمدرسة بيده لانه هو المدرسة قريبة علينا، فكان معلم بيها. إذن هو والدكم ومعلمكم في نفس الوقت. نعم. رحمة الله عليه يا رب. أستاذ، جميع الزائرين يشاهدون آثار الرصاصات، رصاصات البعث والجيش السابق، إلى الآن هي موجودة في ضريح الإمام الحسين عليه السلام. فاللي يترحم على النظام المقبور واللي يقول يا ريت لو يرجع قبل، خلي يكلف نفسه ويزور هذا المرقد ويشوف هذه الرصاصات اللي إلى الآن هي شاهد على جور وظلم أزلام النظام المقبور، هذا النظام الهمجي اللي بعيد كل البعد عن الإسلام وعن المذهبية وعن الوطنية. اللي مجد بالنظام المقبور خلي يحضر جواب، مو أنه خلي يحضر جوابه إلى الله وإلى رسول الله.
هذا صدام هيك سوى بالمراقد الطاهرة، طيب وانت تمجد به، شنو راح يكون جوابك في يوم القيامة؟ طيب انت شنو اللي تستفيده من تمجيد هذا النظام الدموي؟ حقيقة يعني نستغرب من هكذا أبواق تمجد بالبعث. يعني فعلا انتم طائفيين، لو ما انتم طائفيين لما كنتوا في جانب النظام المقبور. وشنو اللي حل في النظام المقبور في رأيك؟ يعني على مدار التاريخ استاذ علي لو سمحت، كل من عادى أهل البيت هو في مزابل التاريخ عفوا، والدليل بأنه المقبور حسين كامل لما هرب هو وزوجته، زوجته اللي الآن تتبجح بأنه احنا وطنيين وهي أول من خانت أبوها، فعلا هرب إلى الأردن، وسبحان الله الذي عاد إلى العراق وهو الآن مقبور كصدام. طيب وين حسين كامل؟ وين صدام كامل؟ وين صدام حسين؟ وين علي حسن المجيد؟ حقيقة نستغرب من هكذا أصوات نشاز تمجد بمن أذل العراق، بمن أذل شعب العراق، بمن فعل ما فعل في مقدسات العراق. أستاذ علي لو سمحت حدثنا أكثر عن ما حدث في الانتفاضة الشعبانية في هذه المحافظة المقدسة. نعم أحسنت. حقيقة بس أنا أعرج على كلام حضرتك سار، يعني حسين كامل أكو حادثة والجميع يعني يتكلم عنها، وقف قريب الإمام الحسين عليه السلام وقال أنت حسين وأنا حسين. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني رأيتم اليوم هو الإمام الحسين عليه السلام نور شامخ ورسالة إلى جميع الأجيال. نعم. وهذا ذهب إلى مزبلة التاريخ، وحقيقة أنت ما جميع ما يتمالك أعصابه عندما يتذكر هذه. والدليل الآخر، الدليل الآخر رأيناها عند السقوط، عندما يعني جاء للعراق هاي الهبة الشرسة من يعني من داعش وغيرها، ورأيتم كربلاء وجميع المحافظات سواء الشيعية والسنية وغيرها هي كانت بيت آمن للجميع، يعني كانت رسالة. يعني لو قارنا بهذه الفترتين لكانت يعني حقيقة اتضحت للعالم ما هذه النفوس حقيقة. توجه العتبتين كان دعم كبير إلى يعني عوائلنا اللي نزحت. نعم المهجرين حقيقة حسينياتنا جميعا تفتح لهم وأبواب يعني اليوم وبعدها وغير، لأنه هذا هم يعني حقيقة كما يعني قال سيد السيستاني حفظ الله هم أنفسنا. فذكرت يعني حجم الدمار اللي حصل في مدينة كربلاء وطبعا جميع المدن، لكن كربلاء كانت لها يعني بساتين عامرة كاملة أبيدت من النخيل وغيرها، واللي حد هذا اليوم لو طلعت يعني موجود هذا الحجم الدمار، موجود يعني حقيقة المعاناة حقيقة. يعني احنا اكو يعني كان دور لمؤسسة الشهداء برزت هاي يعني القضية الكبيرة، بعدها الله فضل علينا احنا كأبناء شهداء وكذا رعتنا هذه المؤسسة، وبعد يعني حقيقة كان يعني بحبها، ورغم نحن كانت لدينا قبلها يعني حصلنا على درجة تعيين معين في، لكن أنا حبه يعني بهذه المؤسسة كان يعني تمسكنا والتزمنا بالمؤسسة وعملنا، كان لنا الشرف بإدارة عدة أماكن، وطلعنا على جميع يعني يعني لدينا تقريبا 10,000 عائلة شهيد، يعني نوعا ما طلعنا على فد نسبة 70% من عدهم. نعم. لكوننا شغلنا منصب في لمدة 4 سنوات مدير مكتب شهداء طويريج. نعم. وكان لنا الشرف بخدمة أهلنا وناسنا. هذا المكتب هو تابع لمؤسسة الشهداء، تابع لمؤسسة الشهداء، وبعدها يعني حقيقة تسلمنا مهام مديرية شهداء كربلاء، وقدمنا ما يملي علينا ضميرنا وما هم يستحقونه، وبحقيقة بدعم كبير من المؤسسة، ونأمل إن شاء الله أن يكون حقيقة، لأنه يعني تؤخذ أو تبقى هذه الرسالة وتعطى الحقوق لهذه الفئات المهمة
وبجميع الفئات حقيقة. و يعني حقيقة يعني كان دور بارز للسيد الرئيس مؤسسة اللي سبقوه حقيقة، أيضا يعني كان دور معين يعني حقيقة السيد يعني السادة مدراء عامين سيد أيوب يعني جزاه الله خير، دائما يعني كان أكو يعني عدة تواصل مع عوائل. أنا كنت يعني تين اتصالات ب يعني ليلى وغيرها، هذه العائلة كملوا إجراءاتها، هذه العائلة كذا. فحقيقة يعني يرى الجميع، يعني أنا يعني كعمر قد يكون أصغر من هذا الشيء بالرأس، لأنه يعني حجم المعاناة، حجم المعاناة يشهد الله نراها، لا أحد يستطيع ويقاوم لو كان قلبه من حجر. لا يعني حقيقة من نشوف هذه العوائل يعني يوميا نرى بحيث يعني كم هائل. ف و يعني نوعا ما وضع الدولة يعني من حروب، ولن يعني نستطيع نقدم لهم شيئا. فإن شاء الله يوما بعد آخر بوجود الجميع تأخذ هاي الناس وتأخذ بيد هذه المؤسسة طيبة لخدمة شرائحها وإيصال رسالة الشهداء. هذا ديدنك الطيب وديدن وأخلاق ذوي الشهداء، قاطبة جدا سعيد بلقاء حضرتك، وجدا سعيد في هذه الحلقة الطيبة. مشاهدينا الأعزاء، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج رقم قرار. مع السلامة.